هو احنا انا بقول المنتج المحلي، المنتج المحلي هو المنتج المحلي ده بتاعي يعني؟ لا، ما هو بتاع حضرتك، ما هو انت حضرتك ابنك شغال في مصنع، او حضرتك صاحب مصنع، او حضرتك صاحب شركه بتورد لمصنع، فاحنا الفوائد والمنافع هتعود علينا كلنا ان احنا نشجع المنتج المحلي. لسه امبارح بقول علينا ان احنا نقطع العلاقه الاقتصاديه بيننا وبين تركيا، ومش عايزين الله الغني عن تركيا وعن بضاعتها او عن غيره، وانا شايف اللي يشتري بضاعه تركيه خيانه وطنيه، انا شايف كده. بافور بافور، اللي هيشتري بضاعه تركيه بيخون الامانه الوطنيه، اللي بيشتري بضاعه مستورده لها مثيل محلي خيانه اقتصاديه. خليني اقول مصطلحات، وانا بتكلم هذا الكلام على نفسي ومن نفسي، وبقول انه فعلا بلدنا احق بفلوسنا بدل ما نروح نستورد حاجات من بره، لا خلينا نشجع صناعتنا المحليه عشان ولادنا وعشان بلدنا اللي محتاجه مننا كل مشاركه ايجابيه في هذا الاطار.